الشغب هذا الشغب شي عادي فهمتي، دابا الناس ولفنا هادشي ديال الشغب فهمتي، كل صراحه الناس جعت دابا كاين دابا اللي مشى للملعب تماك لا علاقه بالكره فهمتي، قال غادي يمشي لتطوان مثلا يجيب السلعه يجيب هادي فهمتي، غنجي نجيب شي حاجه فهمتي، لا علاقه بهادشي فهمتي، دوك اللي كيجيو كيبغيو يديروا الشرفه فهمتي الناس فهمتي، وتخلطوا معاهم واحد الفئه لا علاقه بالكره، كاين وداديين يعني كيبغيو الكره وهادي ومشاو، وكاين واحد الفئه دابا اللي ولاو دابا كيتخلطوا مع هادو لا علاقه بالكره هادو فهمتي، صافي هادو خصهم شي عقاب شديد، كتشوف بنادم غادي كيجري تابع واحد بغا يخشي ليه جنويه على قبل الجريه ولا هادي، شوف هاد القضيه البيمه ولا هادشي ما عرفت هادشي فهمتي، بكل صراحه هادشي مابقاش كيفرح الصراحه. شنو بغيت تقول الناس كيديروا الشغل؟ وا دابا كنشوف دابا حنا عندنا في الدرب المره دابا كتبكي على ولدها قال لك في الكوميساريه تيطوان، دابا كتقول لهم فاش من الكوميساريه مسكينه مراه كبيره وهذه والديهم كيصبروا لهم الله يهديهم، شوفوا الوالدين ديالكم راه هما اللي كتمحنوا، ولا اله الا الله محمد رسول الله، بكل صراحه هادشي ما كيأسف صراحه، ولا شي نسبه اللي مشي نزله ماشي هذاك الشيء ديال شهر شهرين ولا تجي بك صاحبي ولا كاع هادشي كاع اللي كيعمل شي حاجه من اي فريق لا رجاء لا وداد لا الجيش اللي كيدير شي حاجه خايبه بغينا يتعاقب، هذا هو الشيء والله. هذا حاجه نقول لك خص القانون يطبق، وبالطبق بالقانون يطبق بالحديد، يعني اي حاجه اللي يتحمل المسؤوليه اللي دار شي حاجه يتحمل مسؤوليته، خاص اي واحد جار الشغب يتحمل المسؤوليه ديالو يطبق عليه القانون، هادشي كاع ما كان قبل، كنا اي مدينه تمشيو لها كان ترحبوا بينا، كنمشيو لتطوان ترحبوا بينا، كنمشيو لطنجه ترحبوا بينا، اي بلاصه مشيتي الناس يرحبوا بك، دابا كيشوفوك غير جمهور راجل جاي ولا سميتي تبدا تخلعوا، علاش هادشي كله؟ واش يتفرج الانسان في واحد الماتش مشي للتيران غتقطع البي ديالك وتدخل التيران ديالك، غير حاجه وحده البي كما تقول علاش البي ماشي جمهور راجل الوداد ولا جمهور راجل جاي يتفرج تطلع البي في الثمن، ما يمكنش الجمهور ديال تطوان تدخل ب 20 درهم واحد ديال جاي من كازا شاد الطريق تحسب عليه ب 50 درهم 60 درهم، هذه راه خاص نشوفوها من نظرة أخرى، الجميع خاص تدخل فيها، ما يمكنش الجمهور جمهور راجا جاي يتفرج طلع البيه 50 درهم، خويا بقات تدخلها ب 10 درهم 15 درهم 20 درهم، مشينا حنا لقينا ب 50 درهم 60 درهم، علاش؟ أنا نتمنى الله إن شاء الله يكون الشغل صراحة جمهور فريق الوداد البيضاوي ولا المغرب التطواني زعما زعما من الجماهير زعما المزيانة، ولكن هذاك الشغب اللي داروا ما شنقول لك هادشي الأحداث ما بغيناش نبقاو نشوفوها تيرانات نهائيا، لا الجمهور ديال تطوان لا ديال الوداد لا ديال الرجاء لا ديال الجيش، المغرب كامل ان شاء الله تكون روح رياضيه صاحبي، اللي ربح صفقوا ليه اللي خسر عرض لك، بان اليوم تربح غدا تخسر، وهذه الكره القدميه هذه، وفريق الوداد البيضاوي زعما معروف عليه جمهور نقيبي خير كيدي بلاصه مزيان، العجب هذا الشيء الاخوان اللي شفت انا العجب، لا المغرب تطواني تا هو مزيانين صراحه ما كنشوفوش عليهم شي حاجه خايبه، جمهور المغرب كامل صراحة هذا الشيء اللي ديال الشغب هذا ما بغيناش نبقاو نشوفوا كاع في الملاعب كاع والله، ولا بناقص كاع من هاد الكرة كاع، اللي تخرج تهرس واحد الطوموبيلة ديالو السيارة ديالو مسكين ما دار والو، واحد دي ليه التليفون ديالو ديه ليه اش دار لك؟ ربح سي خسر سي لداركم صافي السلام عليكم، الوداد كتخسر هنا كاع كيوقع شي حاجة ما كيوقع والو غادي نترو خويا أنا قبل ما الماتش بدا الكار ديال الوداد بعدا تشت هو الأول بعدا شيروا عليه بالحجر، هو في ديبار بعدا قبل ما الماتش كان الشغب فهمتيني قبل من الماتش كان الشغب، ومورا الشغب راه داكشي اللي بان ليا الصباح انا العجب والله، ما بقيناش كنمشيو للتيرانات على قبل الاحداث هادو، وكنتمنى من الجمهور لا ديال المغرب كامل صفه كامل ديال الانديه كامله يراجعوا الحسابات ديالهم ويعرفوا اش كيديروا، لان الالترا كتجع كتمشي دي بلاصه كتخسر فلوسك كتخلي والديك كتخلي بزاف ديال الحوايج خسارات بزاف، هادشي ماشي في صالح كره القدم المغربيه وديما وداد. اي بصراحه انا شفتك لا فيديو الدراري تيدي ما عندهمش العقل صراحه اش نقول لك، هادو خارجين على الكره هادو صراحه، هادو ما خصهمش انهم يكونوا الاصل انهم تطوانيين او وداديين، فدا في الجمهور مبرش جمهور ما عندهمش العقل، والناس ما ليهم والو، عندهم حاطين المسائل ديالهم حاطين الطوموبيلات ديالهم، واحد الانسان حاط المسائل ديالو كيجي كيهرسوا لهم داكشي، هادشي خصهم يديروا ليه حل، الانسان اللي كيكون كيدير بحال الشغب بحال خصو يتعاقب باش مره اخرى الانسان ما يعاودش يغلط، حيت لقى شي شيء ولا كثير بزاف، حتى بنادم ولا مخلوع، بنادم رايح مع ولادو مع عائله ديالو كيسمع السبان وتخسر الهضره وتشير بالحجر وداكشي، راه حنا ماشي في عصر الجاهليه، فهمتي انا وقت التطور دابا 2023، يعني دونك الانسان خصو يطور في العقليه ديالو خصو يكون منضبط، الا شي غتفرج كره سير تفرج فيها باحترام، سالا الماتش غنهز المسائل ديالي غنمشي للترونسبور ونمشي بحال هادشي للدار، ماشي غنبدا نتلاقى مع شي وحدين كيشيروا بالحجر غنبقى نشير معاهم بالحجر وهذا، والانسان عاوتاني ملي كيطيح في مشكله ملي كيجيو الناس كيقبضوهم وكيدوزوهم كيعتقلوهم كيولوا والدين مساكين هما اللي في المشاكل،
ما حيتش انه يقدر يدير لي محامي، ما حيتش انه يصرف عليه، فهمتيني؟ هذا مشكل. كنشوف بان الناس هذو يعرفوا كيفاش يجيروا بحال هادشي. بحال مثلا كيف كيتصير المقابله، غادي نشد الجمهور ديال مثلا ديال الخصم ديالي، غادي ندير بلاصتي حتى البلاصه فين غادي فين غير الكفكار، وغادي يمشي بحالاته، ماشي غادي يخرجوا يتخلطوا مع الجمهور. كنتمنى ان هادشي الخطوات تكون واحد الخطوه اللي هي زوينه. ساليت الماتش ديالي، غادي نهز مسائلي، غادي ندير بلاصه، غنمشي بحالاتي بون فينا. مباراة في مدينة تطوان بين مغرب تطواني وفريق الوداد البيضاوي، فريق الوداد البيضاوي تبعوا جمهور غفير، وكانوا بعد محسوبين على فريق الوداد البيضاوي، قاموا بشغب وسارقة وكسر السيارات، كسر ممتلكات الغير. هادو خصهم السخون الرياضة، حاجة واحدة اللي زوينة كتفرحنا، من الأشياء الجميلة اللي كتفرحنا في البلاد هي كرة القدم. بغيو يسخون الكرة ديالنا، بغيو يسخون السمعة ديال الرياضه الوطنيه. هادو مجرمين، هادو ماشي جمهور، هادو كيديروا السبب كرة خصهم وسط الجماهير، كينفذوا الاجرام ديالهم كيطبقوه، هادو خصهم طويل، خصهم حبس طويل، هادو خص العداله تكرمهم، خصهم يدوزوا جنايات باش يكونوا قدوه وما يسخوش لنا الرياضه ديالنا، وباش نبقاو حنايا جمهور عالمي ومنتخب عالمي ونزيدوا القدام ان شاء الله. هادو كيف قلت لك، هادو محسوبين على محسوبين على جمهور الفريق الوداد البيضاوي، كيديروا السبه وكيتشجعوا وسط الجماهير. بزاف ديال الجماهير ديال الانديه الوطنيه فيهم بحال هادو، هاد المجرمين هادو اللي كيقوموا بالاجرام ديالهم، كيتخباوا وسط الجماهير بيسخوا لنا الرياضه ديالنا ويقوموا بالاجرام ديالهم. ونتمنى من السلطات يكرموهم ويحبس طويل. اش نقول لك، على السبب باش كيحيدوا لي زيل طرا، فهمتيني اخي؟ انا اش نقول لك، راه هادو ماشي شي ما كينضموش للنادي ديال الوداد ولا فهمتي، من الناس ديال كازا يعني. فهمتي هادو راه ما كيمثلوش يعني، هما كيبينوا الشغف، كيبينوا على اساس انهم راه يعني اش نقول لك خويا، هادو ما كيمثلوش الوداد البيضاوي، فهمتي؟ انا رجاوي، ولكن هادو ما كيديهم راه خاصهم يجيو يتفرجوا في الفرقه ديالهم، في الفرق ديال اللي كيشجعوا، هما يجيو يشجعوا بحب و فهمتي وبجداره ديالهم يعني، باش كيساندوا الفريق. اما هادشي ديال الشغاف راه عندك في الاخر كيولي بنادم غادي للحارس ولا فهمتي، راه شي اخر حتى شناهي، راه اخرته بحال اخرته حارس الله يستر، ما غيعطيك شي حاجه اللي انت اللي غتسناها انت يعني. هادو كيخرجوا على بنادم من الاخر، هادو كيعطيك واحد المنظور يعني خايب على كازا بصفه عامه، ولا على المنظور ديال على الفريق بصفه عامه ديال الفريق الوداد. والله يهدي ما خلق اخو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.